ناخذ هذا المثال اللي راح نحله بطريقه الفاريشن اوف بارامترز. طبعا اكيد لازم نحل الجزء الهوموجينيوس من عنده، واللي راح يكون ايضا اذا راح نفس الفرضيه نقول انه الواي يساوي اي ام اكس، ونشتقها 3 مرات ونعوض بالمعادله مثل ما سوينا الفيديوهات السابقه، فراح ينتج عندي معادله اللي هي راح تكون ام تكعيب زائد 2 ام تربيع ناقص ام ناقص 2 يساوي 0. هذه المعادله احنا نظل نحاول بيها حتى نقدر نستخرج الجذور مالتها. قلنا ابسط طريقه انه اول شيء احاول استخرج عوامل مشتركه، مثلا اذا قلت اطلع من انا ام، مثلا ام بين هذه وهذه اطلع ام، فراح يصير عندي ام تربيع زائد 2 ام ناقص ام ناقص 2. مثلا اذا قلت اطلع ام تربيع فراح يبقى لي ام زائد 2، ما راح تفيدني، ما راح اقدر اطلع عامل مشترك بين هذه وهذه. اذا نفكر انه نجرب مجموعه من الارقام حتى اشوف منو يحقق لي المعادله. اذا جربت الصفر، الصفر هنا راح ينطيني ناقص 2، وهذا اذا الصفر هو مروت. اذا جربت الواحد، الواحد راح ينطيني هنا 1 زائد 2 ناقص 1 ناقص 2، وبالتالي الواحد هو روت. اذا الام ناقص 1 راح يقسم المعادله، ام ناقص 1 راح اقدر اقسم هذه المعادله بالقسم الطويله على الام ناقص 1، وبالتالي راح تتبسط وممكن اجزئها اكثر بالتجربه، لانه الواحد يعني هو عباره عن حل. فاجي اقسمها قسمه طويله، اقول هنا ام تكعيب زائد 2 ام تربيع ناقص ام ناقص 2 على ام ناقص 1. هنا انا احتاج ام تربيع في ام، ام تكعيب ام تربيع في ناقص 1 ناقص ام تربيع بالطرح، هذا راح يصير ناقص، هذا حصير زائد، راح تروح 2 زائد 1 حصير 3 ام تربيع، وانزل الناقص ام. شنو احتاج حتى يطلع لي 3 ام تربيع؟ هنا انا احتاج اضرب في زائد 3 ام، راح يطلع لي 3 ام تربيع، و 3 ام في ناقص 1 ناقص 3 ام، ايضا اغير الاشارة، هاي يصير موجب، هذا راح يروح هنا ناقص 1 زائد 3 حيصير 2 ام، وانزل ناقص 2. هنا انا راح اضرب في 2 موجبة، 2 في ام 2 ام، 2 في ناقص 1 ناقص 2 0. اذا لازم هذا يقسم المعادلة ما دام هو يعني يحقق المعادلة فيقسمها بدون باقي، اذا هو هذا يعتبر روت. اذا هذه المعادلة اقدر اكتبها بهذه الصورة، ام ناقص 1 مضروب في ام تربيع زائد 3 ام زائد 2 يساوي 0. وهذه ايضا ممكن احللها بالتجربة، راح تصير ام ناقص 1، هاي هنا عددين حاصل ضربهم 2 وجمعهم 3 هو الواحد والاثنين، فيصير ام زائد 2 وام زائد 1 ويساوي 0. اوكي، فهنا الجذور صار عندي ام 1، هذا الجذر الاول، ام سالب 2 وام تساوي سالب 1، هذه الجذور لثلاثة. فاذا اقدر من هذه الجذور لثلاثة ما بهن تكرار، فما احتاج اضرب في اكس، فراح يكون الواي هوموجينيوس يساوي سي 1 اي اس 1 اكس زائد سي 2 اي اس سالب 2 اكس زائد سي 3 اي اس سالب اكس، هذه هي الهوموجينيوس. طبعا احنا راح نحلها، نقدر نحلها بالطريقة الاولى اللي هي undetermined coefficients، ونفرض الواي بي والى اخره. طبعا هذه ما راح تحتاج تعديل، لان هاي هنا موجب 2 وهنا سالب 2، يعني قصدي بالطريقه اللي هي undetermined coefficients. بس هسه هذا راح نحله بالطريقه الثانيه اللي هي variations of parameters. فهنا احتاج اطلع اليو، فهنا انا عندي كم يو؟ 3. اليو 1 هي ex ومشتقتها يو 1 برايم هي ex ايضا. هنا احتاج اطلع 3 يعني مشتقة الثانية، لأن أنا عندي الدرجة الثالثة، فأحتاج المشتقة الثانية أيضا EX. هنا U2، هذه U1، U2 هي هذه
U2 يساوي E سالب 2 X، وبالتالي مشتقتها الأولى راح تصير سالب 2 E سالب 2 X، ومشتقتها مشتقت هذه مشتقة الثانية راح تصير موجب 4 E سالب 2 X، لأنه هاي سالب 2 في سالب 2 موجب 4 E سالب 2 X. أما بالنسبة للU3 اللي هي هذه تساوي E سالب X، ومشتقتها الأولى راح تساوي سالب E سالب X، ومشتقتها الثانية راح تساوي E السالب بالسالب موجب سالب X. بالتالي طلعنا اليوات ومشتقاتهن. هسه احنا نعرف انه لازم نسوي، بما انه انا راح يصير عندي ثلاث فيات V1 وV2 وV3، لازم احتاج ثلاث معادلات حتى اطلع ثلاث مجاهيل. فالمعادلات راح تصير U1 اللي هي EX مضروبة في V1 طبعا المشتقة هنا أنا عندي زائدا U2 اللي هي E سالب 2 X V 2 طبعا المشتقة، حتى من عدها اطلع ال V من اكاملها بعدين، زائد ال U3 اللي هي E سالب X ال V 3 المشتقة، هذه تساوي صفر المعادلة. بعدين المشتقة اللي هي EX U1 داش بال V1 داش زائدا ال U2 داش اللي هي ناقص 2 ناقص 2، هنا راح بقيها زائد ناقص 2 E سالب 2 X V2 داش زائد ناقص E ناقص X V2 داش يساوي، هذه أيضا تساوي صفر. المعادلة الثالثة اللي هي راح تساوي F of X. زين هنا أنا عندي المشتقة الثانية لليو V1 داش زائد المشتقة الثانية لليو 2 اللي هي 4 E سالب 2 X V2 داش زائد المشتقة الثالثة اللي هي E سالب X V2 داش ويساوي F of X. ال F of X عندي اللي هي بالسؤال طبعا E 2 X E أس 2 X، فهنا راح تصير عندي E أس 2 X. فهنا أنا حتى أحل الفيات، احنا نتذكر من تعلمنا هاي الطريقة انه ما كان عندي ثلاث معادلات، كان عندي معادلات اثنين وفيات اثنين. بالمعادلات اللي بيها يعني بيها بس فيات اثنين اقدر احلها بالطرح او بالجمع ونستخرج قيم الفي، بينما هنا انا عندي ثلاث مجاهيل لانه هذه معادله من الدرجه الثالثه وليس الدرجه الثانيه، فشلون احلها؟ طبعا طرق التعويضات راح تصير كلش معقده، فنقدر نحولها الى مصفوفه صيغه المصفوفه ونحلها بطريقه كريمر. طريقه كريمر في حل المعادلات او نقول System of Equations المعادلات أنا شارحها في بالقناة في البلاي ليست اللي خاصة بالماتريسيز المصفوفات، شارح طريقة كريمر وطريقة إيجاد المحددات طريقة الماينر والكوفاكتر وإلى آخره من الطرق المتعلقة بالماتريسيز. فحتى نفتهم حل هذا السؤال لازم نعرف إحنا شلون نستخدم طريقة كريمر، نعرف شلون نحسب الديترمينانت للمصفوفات اللي هي حجمها 3 في 3. اللي عنده مشكلة بهذه الأمور لازم يراجع الفيديوهات اللي تتعلق بشرح المصفوفات. زين نكمل. فهذه راح نحولها إلى صيغة مصفوفة. المصفوفة من نحولها راح تصير مصفوفة من المعاملات ومصفوفة للمجاهيل ومصفوفة إلى ما بعد المساواة. مصفوفة ما بعد المساواة هي 0 0 E 2 X، والمجاهيل عندي V1 داش و V2 داش و V3 داش، والمعاملات هذه عندي EX هذا EX هذا أيضا EX، هذا عندي E سالب 2 X سالب 2 E سالب X عفوا E سالب 2 أوكي، هذا 4 E سالب 2 X، وهذا عندي السطر سالب X وسالب E سالب X و E سالب X. حولناها إلى مصفوفات. كريمر شي يقول؟ يقول حتى تلقى ال V1 تلقى ال V1 قيمتها لازم أول شي تحسب المحدد مال من؟ مال هذه القيم اللي هي 0 0 E 2 X ويا هذا العمود وهذا العمود اللي راح نكتبهن هنا أنا. على الديترمينانت، وحتى تلقى ال V2 داش المجهول ايضا على الديترمينانت مال هذه المصفوفه، هسه لازم نستخرج الديترمينانت المحدد على
الديترمينانت مال هذا يصير بالنص 00E2X وينزل هذا السطر الاول هنا وينزل السطر الاخير هنا. وكذلك ال V3 قيمتها نقسم على الديترمينانت مال هذه المصفوفه وهذا راح يصير بالسطر الاخير اللي هو 00E2X وهنا ينزل السطر الثاني والسطر الاول هنا ونوجد الديترمينانت. فكلها تعتمد على ايجاد المحدد بالنسبه للمصفوفات اللي هي 3 في 3. طريقة إيجاد المحدد للمصفوفة اللي هي 3 في 3 أكو طريقتين أيضا شارحها أنا بالبلاي ليست مال ماتريكس اللي هي طريقة الريبيتينج كولوم إنه أنا أكرر الأعمدة وأضرب الأقطار الرئيسية ناقص الأقطار الثانوية، أو طريقة الماينر كوفاكتر. طريقة الماينر كوفاكتر أسهل شوية، اللي هي تأخذ إنه أنت فكرتها الماينر كوفاكتر تأخذ سطر أي سطر أو أي عمود، وتاخذ مثلا اذا اخذت هذا العنصر تحذف السطر اللي هو بي والعمود اللي هو بي والضربه في محدد الباقي، تاخذ هذا العنصر تحذف العمود تحذف الصف اللي هو بي تاخذ محدد الباقي، وتاخذ هذا العنصر ايضا تحذف السطر والعمود وتاخذ محدد الباقي، تجمعهم يطلع لك رقم، هذا الرقم هو الديترمينانت. فاحنا نحتاج نحسب الديترمينانت مال هاي المصفوفه كلها اللي راح يصير المقام بالنسبه لهذه الثلاثه، ونحتاج نحسب الديترمينانت مال هذه ومال هذه ومال هذه، فنحتاج يعني 4 مرات نحسب الديترمينانت بهاي الطريقه. فهنا انا عندي اذا احسب الديترمينانت خلينا ناخذ هذا الصف، فراح يصير الديترمينانت دي يساوي طبعا هذا ايضا انه هذا زائد ناقص زائد لانه هو ماينر كوفاكتر، الكوفاكتر ينظر على الموقع، هذا ما دام موجود بالصف الاول بالعمود الاول اذا هو زوجي، هذا راح يصير سالب هذا راح يصير موجب، اذا هذا اول واحد هو موجب. احذف الصف مالته والعمود مالته راح اضربه في ديترمينانت هذا اللي هو سالب 2 اي سالب 2 اكس سالب اي سالب اكس و4 اي سالب 2 اكس و اي سالب اكس، واحنا نعرف انه محدد المصفوفه الثنائيه هو حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب القطر الثانوي. زين ناقص، ليش ناقص؟ لانه العنصر الثاني سالب، العنصر الثاني اللي هو اي سالب 2 اكس مضروب في محدد احذف صفه وعموده، فراح يبقى لي هنا اي اكس و اي اكس، ويبقى لي ايضا هنا سالب اي سالب اكس، ويبقى لي اي سالب اكس زائد، ليش زائد؟ لان العنصر الثالث زائد، مكانه زوجي معناتها، ليش؟ لانه واقع بالسطر الثالث او عفوا بالعمود الثالث بالسطر الاول، 3 زائد 1 4، فسالب 1 أس 4 هي يطلع لي موجب، بينما هذا واقع بالفردي يعني انه بالسطر الاول بالعمود الثاني 1 زائد 2 3 فيكون سالب. المهم العنصر الثالث اللي هو اي سالب اكس مضروب في المحدد احذف صفه واحذف عموده، فيبقى لي هنا اي اكس اي اكس، وهنا يبقى لي سالب 2 اي سالب 2 اكس، وهنا يبقى لي سالب 4 اي سالب 2 اكس. هسه نجي نحسب حتى نطلع الديترمينانت، انه اني لازم ابسط المعادله، اقول دي يساوي اي اكس راح يكون مضروب في هذا القطر الرئيسي اللي هو سالب 2، هنا اي سالب 2 اكس في اي سالب اكس، عند الضرب تجمع الاسس فراح يصير اي اس سالب 3 اكس، اي اس سالب 3 اكس ناقص هذا في هذا، طبعا هذا بسالب، هنا انا خل اتاكد هذا حذفنا احنا هذا السطر وهذا العمود وبقى لي هذا العنصر وهذا العنصر بي سالب، تمام. اذا راح يصير هو بالقانون اكو ناقص وهو بي سالب، اذا راح يصير زائد، وهذا اي سالب اكس ويا اي واكو 4 ايضا، هذه 4 وهنا انا اي سالب 2 ايضا راح يصير اي سالب 3 اكس، سد القوس ناقص اي سالب 2 اكس مضروب في هذا في هذا، طبعا هذا اي اكس في اي اس ناقص اكس راح يصير هنا انا عندي قد، عند الضرب تجمع الاسس راح يصير اكس ناقص اكس، فراح يصير قد راح يصير اي اس والصفر يعني 1 ناقص، وهذا ناقص حيصير زائد ايضا، ذني نضرب هنا حيصير 1 تمام، زائد اي اس سالب اكس راح اضربه في هذا اللي هو حيصير ناقص 4 ناقص 4 اي اس اكس في اس
اي اس ناقص 2 اكس، عند الضرب تجمع الاسس فيصير اي اس ناقص اكس ناقص هذا بي ناقص حيصير زائد، اكو 2 هنا هاي 2 اي اس ناقص 2 في اي اس اكس، عند الضرب تجمع الاسس حيصير اي ناقص اكس ايضا يساوي. هسه ايش راح نسوي؟ هنا أنا أقدر أنه أجمعهم فيصير EX مضروب في هذه 4 ناقص 2 فيصير هنا أنا عندي 2 E سالب 3 X، يعني هذه أقدر نفس المقادير هاي ناقص 2 هاي 4 تمام. هنا يصير ناقص هذه حيصير 2 وأضربه بي فحصير 2 E سالب 2 X، هذا شنو يصير؟ هذا أيضا نفس الشيء زائد اي اس سالب اكس من اضربه راح يصير شنو؟ راح يصير سالب 2 اكس سالب 2 اي سالب اكس. ايضا ابسطه اكثر، هذا راح ادخل الاي اكس عليه راح يصير عند الضرب تجمع الاسس راح يصير ناقص 2 ناقص 2 اكس ناقص 2 اي ناقص 2 اكس، هذا ايضا عند الضرب تجمع الاسس ناقص 2 اي ناقص 2 اكس ويساوي هذني كلهن ناقص 2 اكس اجمعهن، هذه ناقص 4 وهذه 2 موجبه فراح يصير ناقص 2 اي ناقص 2 اكس. هذا يمثل الدي الديترمننت اللي هو المقام اللي هو راح يمثل المقام. فاذا من اني اريد احسب الفي 1 راح تساوي اقسمها على ناقص 2 اي ناقص 2 اكس، اقسمها على هذا الرقم واجي احسب ال في 1. ال في 1 هو راح يصير السطر الاول هو هذا 0 0 اي اس 2 اكس، فراح يصير المحدد هنا 0 0 اي اس 2 اكس. وايضا عندي شنو؟ هذا السطر الثاني راح يصير هو هذا نفسه اللي هو حيصير اي اس ناقص 2 اكس اي ناقص 2 اكس و ناقص 2 اي ناقص 2 اكس ناقص 2 اي ناقص 2 اكس، وعندي العنصر الثالث 4 اي اس ناقص 2 اكس 4 اي اس ناقص 2 اكس. زين بالنسبه الى السطر الثالث هو اي ناقص اكس اي ناقص اكس، والعنصر اللي وراء ناقص اي ناقص اكس ناقص اي ناقص اكس، والعنصر اللي وراء اي اس ناقص اكس، ايضا اوجد له محدد، هذا لازم اوجد له محدد. ويساوي ايضا نقدر ناخذ طريقة الماينر كوفاكتر او طريقة الريبيتنج كولوم. طبعا اكيد الماينر كوفاكتر اسهل لانه هذا باصفار، فراح اقول اختار هذا السطر عفوا هذا العمود واختار بس هذا العنصر لانه هذني صفارة، يعني ذني ماكو داعي اخذ الماينر كوفاكتر، فاي شيء ينضرب به هو صفر فاخذ العنصر واحد، فهي راح يصير 2 اس اكس مضروب في محدد احذف صفه وعموده صفه وعموده، فحيبقى لي هنا اي سالب 2 اكس واي سالب اكس، وهنا عندي سالب اي سالب اكس وهنا سالب 2 اي سالب 2 اكس المحدد. ويساوي طبعا هنا راح يصير عندي هاي سالب 2 اي سالب 2 اكس اي 2 اكس في المحدد، المحدد هو هذا في هذا طبعا سالب، عند الضرب تجمع الاسس فراح يصير اي اس سالب 3 اكس ناقص، هو اكو ناقص حيصير زائد، هنا ايضا اي اس سالب 3 اكس اي اس سالب 3 اكس، طبعا هنا 2 هم اكو 2، ويساوي ناقص 2 اي ناقص 2 اكس اي اس 2 اكس مضروب في هذا ناقص 1 وزائد 2 راح يصير 1 يعني موجب 3 اكس، هاي الصوره. هسه هذا من اضربه ايضا راح شو يصير؟ راح يصير اي اس سالب اكس على سالب 2، هذا اذا صعدته فوق حيصير موجب 2 اكس، وبالتالي من اجمعهم حيصير ناقص 1 على 2 في اي اس اكس، هذا هو يمثل منه
هذا يمثل ال V1. وبنفس الطريقة أحسب منه أحسب ال V2، بس ال V2 هذا العمود راح يصير هنا، والأول راح أجيبه من المصفوفة الأصلية، وال V3 هذا راح يصير هنا، والصف الأول والثاني مع المصفوفة الأصلية، وحسبه نفس الشيء، فراح تطلع لي 3 V-ات. وإحنا نعرف طبعا هذا مو ال V1 يمثل ال V prime. هسه ال V1 جد يطلع هو تكامل هذا، كل السهل ال V1 يساوي تكامل ناقص نصف EX DX، ويساوي ناقص نصف نفسه EX زائد C. وبالتالي الحل النهائي، الحل النهائي راح يكون ال YX يساوي ال U1 V1 زائد U2 V2 زائد U3 V3. طبعا بعد ما استخرج ال V2 وال V3 بنفس الطريقة، اطلع اول شيء ال V2 داش نفس هاي الطريقة، وال V3 داش نفس هاي الطريقة، واكاملهم تطلع لي ال V2 وال V3. واليوات انا طلعتهم اصلا وين؟ طلعتهم بالهوموجينيس بارت، وهذا هو راح يكون الحل. شوية الحل يعتمد على المصفوفات بصورة كبيرة، لانه انا عندي 3 متغيرات مجهولة وعندي 3 معادلات، فطريقة التعويضات تعقد الحل، طريقة المصفوفات طريقة كريمر راح هي شوية تسهل الحل. هذه هي الطريقة، طبعا ما اعرف اذا الحل صح 100%، بس هي هاي الطريقة هيش تنحل، بس قصدي يعني الارقام ممكن اكون غلطت باشارة او رقم، بس هي الفكرة العامة من الموضوع هي هذه.